السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نحضر لكم لانام بالدجاج منسم بالزعتر والحبق، وفيه البيشاميل كيجي روعه في المذاق وسهل سهل في التحضير. تابعوا معايا مراحل التحضير. الحشوه ديال هاد القنينطات كنحتاجو فيهم صدر ديال الدجاج او الدجاجه كامله. انا عندي هنا دجاجه كامله، ناخذوها فيها واحد ما بين 2 كيلو حتى 2 كيلو ونص. كنزولو لها الجلده وكنغسلوها مزيان صافي. من الاحسن داك الجلده نزولوها. غادي نحتاج في التوابل ملح معلقه صغيره، ابزار فلفل اسود معلقه صغيره، 4 ديال دروس ديال الثومه، عندي معلقه صغيره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال الحبق. بالنسبه لهاد الحبق اللي عنده طري يستعمله، واللي ما عندوش يمكن له يستعمل هاد الحبق هذا اللي كيتباع مجفف. في الاول غادي ناخذ الثومه ونفرسيها بحال هكذا اولا نحكها. غادي ناخذ الزعتر ونحاول نديرو بحال هكا ونضيف عليه الحبق، الملحه والابزار. مباشره نضيف واحد 3 ديال المعالق عفوا 3 ديال الكيسان الكبار ديال الماء. جهد ما طاب لي الدجاجه وصافي، ما خصناش الماء يبقى لي بزاف. وكنسد عليها الطنجره واحد المده ديال 45 دقيقة. من بعد ما كتسخن كيسخن الماء وكتصفر الكوكوت كنحسب 45 دقيقة. من بعد ما طابت الدجاجة غادي نهزها دابا. وغادي نرد هاد المرقة على نار هادئة باش تقلى باش ما تبقاش فيها الماء بزاف. وهذا الدجاج هذا غادي نحاول نزولو العظام، غادي نخليه غير الطرف ديال الدجاج. وهاد البرقه ديال الدجاج غادي نعاود نرجع لها الدجاج وغادي نخليه فيها باش الدجاج كيزيد يشرب داك التوابل اللي في المرقه، وكيخصو ينشف مزيان، مخصوش يبقى مبلل نهائيا. وغادي نحتاج ايضا صلصه البيشاميل. هاد صلصه البيشاميل سبقي وحضرتها في حلقه سابقه بالتفاصيل. غادي نحتاج غير واحد 2 معالق كبار ولا 3 غير باش غادي ندهن الدجاج، ما نحتاجش كميه كبيره. والوصفه ديالها غادي نديرها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. المقادير ديالها راهم ساهلين، معلقه واحده كبيره ديال الزبده، معلقه الطحين، ضمه ديال البنه اللي بغى يديرها اللي ما بغاش بلاش، و 250 مللتر ديال الحليب. وملي كتوجد كنحكو فيها الكوزه. كنعتذر بزاف على الاسئله اللي ما كنجاوبش عليها، ما كيلحقنيش الوقت باش نجاوب عليها. غادي نعطيكم غير واحد الحل بسيط، شحال من واحد كيبغي وصفه ديالي ما كيلقاهاش وكيسولني عليها يمكن لظروف انني ما كنجاوبوش. واحد الحاجه بسيطه تقدروا ديروها، مثلا بغيتي صلصه البيشاميل ديالي ديال القناه ملح وحلو، غادي تكتبوا بيشاميل ملح وحلو غادي تخرجوا فيها مباشره على اليوتيوب. مثلا شبكيه ملح وحلو مباشره غادي تخرجوا فيها. مثلا كيكه الا بغيتي شي كيكه ديرو كيكه ملح وحلو غيخرجوا الكيكات كاملين اللي منزلين في القناه. مثلا وصفات رمضان تكتبوا مثلا وصفات رمضان ملح وحلو غادي يخرجوا لكم كلهم والى اخره، بحال هكا باش كتخرجوا في الوصفه مباشره وما كتبقاوش كتقلبوا. كنخلي الدجاج حتى كيبرد مزيان، كنسالحو في شي عطار كنخليه كيبرد من بعد ما كينشف مزيان. وعاد كناخذ الفروماج، عندي زلافه ديال 200 غرام ديال الفروماج مخلطه، اما فروماج حمر بوحدو، هذا عندي ميموليت راه لذيذ بزاف، غالي شويه على الفروماج الحمر ولكن هي اللذه ديالو غير شويه منه احسن بزاف ديال الفروماج الحمر. هذا ايضا يمكن لي ندير 3 ولا 4 ديال الانواع، يمكن لي ندير نوع واحد اللي بغينا، ولكن لابد شي فروماج يكون مجهد شي شويه باش كيعطينا المذاق. غادي نضيفو على الدجاج
غادي ناخذ صلصه البيشاميل، ما نديرهاش كلها، غادي ندير في الاول واحد ثلاثه ديال المعالق وغادي ندخلها في الدجاج. انا خصني الدجاج يتقاس فقط بالبيشاميل، يتعلق، ما خصنيش يجيني ميه، ما خصنيش البيشاميل تشزق لي الدجاج. صافي، دابا ملي كنقيس الدجاج كنلقاه بانه فازق بالبيشاميل، ما غاديش نزيد نهائيا، يعني واحد جوج معالق كبارين بالقبه كافيين كافيين لهذا الدجاج. ما تكثروش البيشاميل، الا كثرتيو البيشاميل الدجاج غادي يفزق لكم، يفزق الورقه وما يجيش زوين. وطبعا اللي كيقول لينان كيقول الورقه ديال البسطيله، على حسب المناطق يمكننا نستعملوا ورقه البسطيله، يمكننا نستعملوا ورقه الفيلو، يمكننا ورقه البسطيله نصوبوها في الدار، ما ولكن انا بصراحه كنشريها ما كنصوبهاش. حنايا ما عندناش مشكل في الورقه هنايا في مدينه فاس، كنشريوها. غادي ناخذ الورقه نقسمها على جوج، ندير هكا هي باش نرشم تقطيعها، عاود على ربعها، بحال هكا. غادي ناخذ كل مثلث ندير فيه شويه ديال الحشوه، بحال هكا. ندير هكذا، نزيد نطولهم شي شويه باش يجيونا طوال طوال. الانام الا جاو طوال كيجيو حتى المنظر ديالهم زوين. نديرهم هكذا ندور، كتجي لنا الانام بحال هذا الشكل. من الاحسن انه يجي رقيق وطوال بحال هكذا، كنبقى مستمرة حتى كنكمل. غادي ناخذ سينيه ولا اي حاجه عندي ندير فيها ان فيلم اليمونتير ولا بلاستيكه غير عاديه، ونبقى نسد فيها هاد لينيم ديالي بحال هكا. من بعد ما كنسالي كنغطيه بان فيلم اليمونتير ولا بلاستيكه عاديه، كندخلو للكونجيلاتور على هاد الشكل هذا، كنحتفظ به فوق ما كنبغي نحضرو نحطو في الطبله، كنجبدو قبل بوقت، تياخذ شويه ديال الوقت في الطياب، واحد 45 دقيقه باش كيتحمروا هاد لينين. كنطيبهم مباشره من المجمد مباشره للفرن. هادو لينين بعد ما كيوجدوا كيمكننا نقدموهم هكذا في كويسات ولا نقدموهم في غطيرات، كيف ما بغيتيو تقدموهم بصحتكم وراحتكم، المهم هو المذاق. بالنسبه للتزيين انا زينتهم بشويه ديال الخشخاش اللي هو البافو، هذا الرويصات ديالهم، دهنتهم بشويه ديال لاموطارد وزيت الزيتون من الفوق ودوزتهم في البافو، كيجي بحال بحال هذا الشكل هذا. كنتمنى انكم تجربوهم، توجدوهم لرمضان ان شاء الله، راهم لذاذ بزاف وسهلين. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في لاشين ديالي مالح وحلو على يوتيوب، في لاباج فيسبوك مالح وحلو. ما تنساوش تبارطاجيو الحلقه، ما تنساوش تزوروا الموقع رسمي مالح وحلو .net، والاسئله ديالكم كنتظرها ان شاء الله في الصفحه مالح وحلو على الفيسبوك. وبالصحه وراحه.